الأخبار من ATV العدالة وفيها: الاجتماع التنسيقي بين السلطتين ينتهي بتصريحات وردود فعل متباينة. التعليمية البرلمانية توافق على زيادة مخصصات الطلبة المبتعثين في الخارج بنسبة 50%. إطلاق كويت سات 1، الكويت تضع بصمتها في الفضاء. وجهود كويتية كبيرة تكللت بإطلاق سراح الشيخ محمود الرفاعي الموقوف في تونس. إطلاق مشروع رعاية طالب العلم الجامعي لدعم الدارسين من الكويتيين والمقيمين. ومن العناوين إلى التفاصيل: عقد اليوم الاجتماع التنسيقي بين الحكومة والمجلس بمشاركة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد النواف ورئيس مجلس الأمة أحمد السعدون وعدد من الوزراء والنواب. وعقب الاجتماع قال وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة وزير الدولة لشؤون الإسكان عمار العجمي إن الحكومة استمعت إلى كل ملاحظات النواب وستؤخذ بعين الاعتبار، وأضاف أن لقاء اليوم لن يكون الأخير، لا بل ستكون هناك لقاءات كثيرة القصد منها التعاون والعبور إلى بر الأمان، لافتا في المقابل إلى أنه تم الحديث عن تصور عام لموضوع القروض ولن يتم الدخول في التفاصيل. جئنا اليوم بمبادرة حكومية بعد توجيه سمو الرئيس بطلب لقاء الأخ الرئيس والأخوة النواب ممثلين الأمة. نقصد بهذه الزيارة التعاون من أجل الوطن ومستقبله. استمعت الحكومة إلى كل ملاحظات الأخوة النواب وستأخذ بالاعتبار، وبإذن الله لن يكون هذا اللقاء الأخير، سيكون هناك لقاءات كثيرة القصد منها هو التعاون والعبور إلى بر الأمان بإذن الله تعالى. في النهاية التعاون هو المطلوب للمرحلة المقبلة لإخراج الوطن مما هو فيه، ومن أجل البر بالقسم اللي الكل أقسم أمام الله عز وجل، ثم التاريخ والشعب لابد من البر بهذا القسم من خلال العمل الجاد والدؤوب، وسيكون بإذن الله. أنا على ثقة بأن هذه الاجتماعات وهذا التنسيق كفيل بأنه يحل كل ما هنالك من أمور لمصلحة الوطن وأهله. اعتبر النائب فيصل الكندري أن حضور الحكومة بلا رؤية لحل قضايا الشعب الكويتي مؤشر سلبي، مشيرا إلى عدم القبول بذلك، وأن النواب جاءوا ببرنامج واضح لتبني قضايا الشعب والبلد. وشدد الكندري على أنه إذا لم تبدي الحكومة مرونة في هذا الملف فلتستعد للمرحلة الأسوأ بين السلطتين. خاتما أخيرا، الاجتماع غير إيجابي. ونبقى في ملف اجتماع السلطتين، إذ اعتبر النائب سعود العصفور أن لقاء اليوم بين الحكومة وعدد من النواب كان اجتماعا بلا نتيجة حقيقية أو ملموسة. وأشار العصفور إلى أن الحكومة لم تتقدم بأي بدائل عملية للمطالبات النيابية، وأنه لم يسمع شخصيا إلا المزيد من الوعود، وكان يتوقع أن تكون الحكومة أكثر تحضيرا للاجتماع. إلى ذلك أعلن العصفور تقدمه وعددا من النواب بتعديلات على قانوني حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتحديد الدوائر الانتخابية وتحويل اللجان الفنية الطبية المختصة إلى وزارة الصحة بدلا من أن تكون تبعيتها للهيئة الشؤون ذوي الإعاقة،
من ضمن التعديلات أيضا سريان أحكام القانون على الكويتية، الأم الكويتية التي ترعى ابنا معاقا من غير كويتي الجنسية، وأيضا على أبناء الكويتية من غير ذوي الجنسية الكويتية. أيضا من ضمن التعديلات المطلوبة هو إلزام الحكومة بطباعة كافة الإصدارات الرسمية بطريقة برايل من أجل التسهيل على ذوي الإعاقة البصرية. أيضا إنشاء مستشفى متخصص من ضمن هذا القانون لذوي الإعاقة، بالإضافة إلى مركز متطور للأطراف الصناعية والعلاج الطبيعي ومركز تشخيص وأبحاث في مجال الإعاقة. أيضا تم اليوم التقدم بقانون آخر مع عدد من الأخوة لتعديل القانون رقم 42 لسنة 2006 بشأن تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة، وهو تعديل التزمنا فيه بشكل مباشر بما تطرقنا لها أثناء الحملة الانتخابية بأن يكون عدد المقاعد المخصص لكل دائرة انتخابية متناسبة مع عدد ناخبينها. في مجلس الأمة وافقت لجنة شؤون التعليم خلال اجتماعها اليوم على زيادة المخصصات المالية للطلبة المبتعثين للدراسة في الخارج بنسبة 50%، وذلك لمواجهة الزيادة المستمرة في معدل التضخم الذي طال جميع الطلبة المبتعثين. هناك موافقة على زيادة المخصصات للمبتعثين ليس فقط للتعليم العالي إنما ل17 جهة 50%، اللي هم مبتعثين الديوان، مبتعثين التخصصات الطبية وزارة الصحة، مبتعثي المؤسسات الأكاديمية جامعة الكويت التطبيقي معهد الأبحاث، جميع من يبتعث سواء من التعليم العالي مباشرة للبعثات الخارجية أو مبتعثي الديوان أو المؤسسات الأكاديمية، أي واحد مبتعث بالخارج له زيادة في رواتبه أو مخصصات الخارجية بواقع 50%. إذا أنها لم تقتصر فقط على التعليم الهادي، وهذه بشرة للمبتعثين، لأن كان المبرر لهذه الزيادة هو موضوع التضخم، والتضخم طال الجميع سواء كان مبتعث من التعليم العالي أم مبتعث من جامعة الكويت والتطبيقي. هذا واحد. اثنين، على ذات السياق يوم الخميس القادم اللجنة التعليمية في اجتماعها رقم 11 ستناقش زيادة المخصصات للطلبة الداخل اللي هما طلبة جامعة الكويت والتطبيقي واللي يدرس على حسابه والجامعات الخاصة، لأن أرجع وأقول نفس المبرر وهو التضخم، سواء كان التضخم هناك للمبتعثين أو التضخم بالكويت. وعلي في 4 اقتراحات، واحد منهم اقتراح أنا قدمته وسنناقشه مع الحكومة وزير التربية والتعليم العالي والوكيل بزيادة المخصصات الداخلية 50%، يعني بدل ما تكون 200 دينار تكون 300 دينار. قال مقرر لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد النائب الدكتور محمد الحويلة إن اللجنة انتهت اليوم بعد مناقشة مقترح الجمع بين الدراسة والوظيفة إلى منح الجهات المعنية مهلة لتقديم تصوراتهم حول استحداث برامج تعليمية للراغبين في استكمال دراساتهم بما يناسب ظروفهم الوظيفية. أبدت وزارة التعليم العالي تفهمها للرغبة النيابية لوجود عدة اقتراحات نيابية حول هذا الموضوع التي تدفع باتجاه السماح لأبنائنا الطلبة العاملين في الأجهزة الحكومية وكذلك المنتسبين لهيئة القوى العاملة بالسماح لهم بالجمع بين الوظيفة والعمل. أيضا طالبنا بأن يكون هناك توفير برامج من شأنها أن توفر المناخ المناسب لأبنائنا الطلبة المنتسبين للعمل في جهات حكومية، بأن يوفرون لهم برامج مختلفة مرنة، سواء تعليم بالويكند أو الدراسة المسائية.
تقدم عدد من النواب باقتراح بقانون في شأن إلغاء القانون رقم 88 لسنة 1995 في شأن محاكمة الوزراء لتسري أحكام قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية على كل وزير، سواء كان مستمرا في منصبه الوزاري أو ترك منصبه بعد وقوع الجرم. تقدم النواب مهلهل المضف وحسن جوهر ومهند الساير وعبد الله المضف وشعيب شعبان بطلب تخصيص وقت من الجلسة 10 يناير المقبل لاستيضاح سياسة السلطة التنفيذية في تسكين شواغر المناصب القيادية والأسس والمعايير التي تتبعها في التعيينات وضمانات تقديم أصحاب الكفاءات على من عداهم هذه المناصب، بما يحقق المصالح العليا للبلاد ويساهم في نهضتها. في حدث تاريخي تم إطلاق القمر الاصطناعي الكويتي الأول كويتسات 1 إلى الفضاء اليوم من قاعدة كيب كانافيرال للقوات الجوية بولاية فلوريدا الأمريكية، وذلك عبر صاروخ فالكون 9 التابع لشركة سبيس إكس. وتم التأكد من جاهزية محطة استقبال المعلومات والصور الأرضية في المبنى الشمالي من كلية العلوم في جامعة الكويت لالتقاط إشارات كويتسات 1 بعد وصوله إلى مداره حول الأرض. الحمد لله رب العالمين اللي أنعم علينا وأكرمنا وقدرنا نرفع علم الكويت في الفضاء بعد مجهود 4 سنوات بجامعة الكويت ودعم مؤسسة الكويت للتقدم العلمي. هذا اليوم هو بداية. احنا اليوم هذا ليس على قولتهم النهاية، احنا اليوم دخلنا الفضاء، ولكن بإذن الله نطمح للاستمرار ونرفع هذا العلم ونرفع من مقام الدولة عاليا إن شاء الله خفاقا في مصاف الدول اللي سبقتنا إن شاء الله، ونكون من المتميزين. طبعا الكويت دولة عندها إمكانيات جبارة فيما يخص القوة البشرية والقدرة والإمكانيات التعليمية، بالإضافة إلى البنية التحتية المميزة. هذه تفتح للكويت مجال جميل وكبير جدا في مجال الفضاء القادم، فالتكنولوجيا وتطورها راح ينقل العمل التكنولوجي إلى الفضاء ويترك الأرض قريبا، فلأسباب عديدة لرخص التكاليف والتغطية المتكاملة في مجال الاتصالات وغيرها. طبعا هذا كله يغذي عنصر أساسي وهو ما نسميه بسبيس إيكونومي، اللي هو خلينا نسميه الاقتصاد الفضائي، ويعتبر اقتصاد واعد ومميز إن شاء الله قد يكون البديل والمساند للاقتصاد النفطي اللي متعودين عليه في الكويت. اليوم هو يوم وطني، هو وصول الكويت إلى الفضاء عبر جامعة الكويت. نحن فخورون جداً بفريق العمل كويت ستات 1 وانطلاقة القمر الاصطناعي الأول في المنطقة إلى الفضاء. اليوم حدث تاريخي وحدث مهم جداً وحدث وطني، وهو متواكب مع رؤية الكويت نيو كويت، الكويت الجديدة 2035. هو أحد المشاريع الوطنية الكبيرة جداً التي نفخر فيها، هي تطبيق التنمية المستدامة إن شاء الله بتدريب كوادر كويتية من أبنائنا الطلبة، من أبناء جامعة الكويت، من الدراسات العليا والبكالوريوس. نحن نحضر جيل جديد لدراسة الفضاء ولدراسة تكنولوجيا الفضاء، ولذلك فجامعة الكويت الآن بصدد تأسيس مركز لعلوم وتكنولوجيا الفضاء في جامعة الكويت، فننطلق من هنا إلى الفضاء. هذا طبعا مشروع وطني من خلال جامعة الكويت وبدعم من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، فهو مشروع قائم على سواعد كويتية ومن خلال جامعة الكويت ومؤسسات أخرى متعاونين معاها مثل معهد الكويت للأبحاث العلمية وهيئة الاتصالات والجيش الكويتي. طبعا الحدث هذا حدث تاريخي في تاريخ جامعة الكويت ودولة الكويت. كل الشكر للفريق. المشروع كان بدعم من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، مشكورين. حاليا الجامعة بصدد العمل على كويت سات 2 إن شاء الله، القمر الاصطناعي الثاني. القمر الاصطناعي الثاني إن شاء الله راح يكون صناعة أيدي كويتية، راح يتم صناعته إن شاء الله في جامعة الكويت،
وإن شاء الله راح ينطلق إلى الفضاء نفس كويت سات 2. فكل الشكر للفريق وكل الشكر لجامعة الكويت ولمؤسسة الكويت للتقدم العلمي. أنا رياضياتية، طبعاً دوري في المشروع أنا تبع الابليكيشن تيم. إن شاء الله راح نستقبل البيانات من بعد الإطلاق القمر الصناعي الكويتي الأول، وبمجرد ما نستقبل الديتا نحللها وفقا للتخصصات. يعني احنا عبارة عن الابليكيشن تيم، التكنيكال تيم، جراوند ستيشن تيم، وجراوند ستيشن موجود في مرصد الفيزياء فوق، وايضا المانجمنت تيم والكرياتيف تيم. طبعا فخور اني انا جزء من هذا المشروع كون ان هذا اول قمر صناعي كويتي، والحمد لله هي شرارة لمشاريع مستقبلية فضائية. طبعا مو بس هذا انجاز لنا، انجاز كل الكويت، وان شاء الله يكون في مشاريع مستقبليه. ابتدينا بقمر الصناعي فئه الكيوب سات نانومتري، وان شاء الله يكون مشاريع كبيره مستقبليه. اكد وزير الخارجيه الشيخ سالم العبد الله نجاح الجهود الدبلوماسيه الكويتيه في الافراج عن المواطن محمود الرفاعي في تونس، وشدد على دور العلاقات المتميزه والمتينه بين البلدين في سرعه احتواء القضيه وحلها، وخصوصا العلاقه الاخويه بين سمو ولي العهد الشيخ مشعل الاحمد والرئيس التونسي قيس سعيد، حيث ساهم القصر الرئاسي بانهاء الاجراءات على وجه السرعه. واشاد وزير الخارجيه بالجهود التي بذلها طاقم السفارة الكويتية في تونس، مؤكدا على متانة العلاقة الثنائية بين البلدين. قرر وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة عبد العزيز الماجد إحالة أحد القياديين وبعض المسؤولين إلى النيابة العامة بسبب قيامهم بارتكاب مخالفات وتجاوزات على القانون تستلزم إحالتهم إلى الجهات المختصة، وذلك بناء على توصيات لجنة التحقيق وملاحظات ديوان المحاسبة. أعلنت وزارة الداخلية أنه سيتم رصد مخالفات استعمال الهاتف النقال باليد أثناء القيادة وعدم ربط حزام الأمان بواسطة كاميرات الجيل السادس الجديدة للضبط المروري، وذلك اعتبارا من يوم غد الأربعاء. وقالت الإدارة العامة للمرور إن تركيب الكاميرات الجديدة الجيل السادس لمتجاوزي السرعة فوق المعدل والإشارة الضوئية يأتي حرصا منها على تطوير منظومة الرصد المروري لديها ورفع مستوى السلامة وتحقيق القيادة الآمنة لمرتادي الطرق. وأوضحت أن هذا النوع من الكاميرات يأتي بمزايا عدة، أبرزها الضبط التلقائي لحالات الانعطاف بالممنوع يمينا أو يسارا أو الرجوع عكس السير والوقوف في المربع الأصفر عند تقاطعات الإشارة الضوئية. قالت مديرة إدارة تفتيش الأدوية بوزارة الصحة الدكتورة مريم الياسين إن تعزيز مفهوم الحفاظ على فاعلية ومؤمنية وجودة الأدوية من سلم أولويات المنظومة الصحية بهدف الحفاظ على صحة وسلامة المرضى وتتبع المخالفين في المنشآت الصحية العامة والخاصة والصيدليات. وكشفت الياسين عن تحرير 2804 مخالفات في صيدليات القطاع الأهلي من يناير حتى نوفمبر 2022. في مقدمة المخالفات المرصودة هي وصفات غير مستوفية البيانات وعدم استيفاء شروط التخزين، وتليها انتهاء مدة ترخيص الصيدلي. عقدت نماء الخيرية بجمعية الإصلاح الاجتماعي بالشراكة الاستراتيجية مع الأمانة العامة للأوقاف مؤتمرا صحفيا أعلنت خلاله عن مشروع رعاية طالب العلم الجامعي للفصل الدراسي الأول من العام الدراسي 2022-2023 تنفيذا لشروط الواقفين التي نصت عليها الحجج الوقفية لدعم الطلبة والدارسين خلال الكويت وخارجها لهذا العام من الكويتيين والمقيمين. هو مشروع رعاية طالب العلم لطلبة دارسين للمرحلة الجامعية. قد يخفى على الكثير أن هذا المشروع هو مشروع قديم من الأمانة العامة للأوقاف، بدأ في منذ عام 1996. لا يخفى عليكم أن هذا المشروع تفخر الأمانة فيه، كون أحد المشاريع الذي يعود إن شاء الله بالأجر
الواقفين الذي كان أحد أهدافهم هو رعاية طلبة العلم. هذا المشروع للأمانة أصبح هناك تنامي في أعداد المستفيدين، فنذكر لكم من قبل تقريبا سنة ونصف كان عدد المستفيدين 182 طالب وطالبة، ثم انتقل إلى 227 طالب وطالبة في الفصل الأول من العام الماضي، ثم وصل إلى 252 طالب وطالبة في الفصل الماضي، واليوم تعلن الأمانة العامة أوقاف في هذه النتائج وصول عدد المستفيدين إلى 474 طالب وطالبة في المستفيدين من هذا المشروع. وكذلك ما يميز هذا المشروع أن كان هناك رغبة حقيقية من الأمانة العامة أوقاف بالتوجه لخدمة التخصصات الطبية وزيادة الاهتمام بهذا بعد جائحة كورونا، كان هناك أيضا توجه لهذه الشريحة. استفاد حقيقة من هذا المشروع، وصل إلى في هذا الإعلان استفاد من التخصصات الطبية ما يقرب 60% من الطلبة، و40% كانوا لتخصصات أخرى في الإدارة والهندسة واللغات وتقنية المعلومات وخلافها من تخصصات. أعربت وزارة الخارجية عن إدانة واستنكار دولة الكويت الشديدين لاقتحام الوزير المتطرف في حكومة الاحتلال الإسرائيلي باحات المسجد الأقصى بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، ودعت الكويت المجتمع الدولي إلى التحرك السريع والفاعل لوقف هذه الانتهاكات الإسرائيلية وتوفير الحماية الكاملة للشعب الفلسطيني الشقيق وممتلكاته ولا سيما في القدس ومقدساتها، محذرة من مغبة هذه الانتهاكات التي تنذر بالمزيد من التصعيد، محملة سلطات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية كاملة لتداعيات هذه الانتهاكات. أحرز منتخب الكويت لرفع الأثقال 29 ميدالية متنوعة في بطولتي غرب آسيا التاسعة وكأس قطر الدولية للرجال والسيدات والمقامتان حاليا بالعاصمة القطرية الدوحة، بواقع 15 ميدالية لمنافسات السيدات و14 للرجال. وقال رئيس الاتحاد طلال الجسار إن هذه الحصيلة القياسية للاعبين ولاعبات الكويت في كلتا البطولتين تعد إنجازا مستحقا تحقق بفضل جهودهم وحرصهم على رفع علم الكويت عاليا.